وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بتجاوز الأزمة المالية في مختلف مؤسسات التعليم العالي العام المقبل العام المقبل عن طريق إعادة ترتيب الأولويات في الميزانية المحددة لكل مؤسسة، لافتا إلى أن هناك آليات لضبط أعداد المقبولين في كل مؤسسة تعليمية. وعن جامعة جدادية أوضح الفارس أنه بانتظار مجلس الوزراء ليقرر بين اعتبارها جامعة جديدة أو مبنى جديد لجامعة الكويت، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى جامعات مختلفة وإلى إصدار قانون الجامعات الحكومية ما من شأنه تسهيل إجراءات إصدار المراسيم المعنية، إلى جانب تعديل قانون لإنشاء جامعة جابر الأحمد.